مرحبا، حلقة جديدة من أخبار صباح اليوم الخميس 26 نيسان، واليوم بحلقتنا قربة أيوب، عادة قديمة بتنفرد فيها بيروت على شاطئ الرمل البيضاء. شركة ألفا أطلقت تجارب حية على تكنولوجيا 5G وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن الكاتب والمخرج جورج خاطر، ومعه بنحكي عن العمل المسرحي الجديد اللي بيحمل عنوان حبيب الشعب في وطن يبحث عن شعب، وغوا دبيان اختصاصية بالأمراض النفسية والعقلية، ومعه بنحكي عن هوس السرقة أو الكليبتومانيا. هيدا ملخص عن الحلقة، وقبل كل هالمحطات اتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية لنعرف كيف رح بيكون الطقس هاليومين، ومعنا أستاذ وسام عبد الله على الخط. مرحبا. أهلا صباح. كيفك أستاذ وسام؟ الحمد لله تمام. يعني نحن اليوم وعينا على سيارات موحلة. نعم. وطبعا الشتاء مبين أنه خفيف رح يقوى اليوم. صحيح. نحن هلا بالنسبة للأمطار الموحلة اللي شفناها كانت نتيجة غبرة بفترة معينة مرقت. نعم. هلا الامطار اللي حنشوفها هي امطار ربيعيه، يعني مبدئيا تتراوح حسب المناطق. يعني اليوم طقسنا بالاجمال حيكون اكيد في غيوم، وحيصير في عندنا امطار متفرقه بكل لبنان. في مناطق بلبنان مثل الجنوب وبالبقع ممكن نشوف بعض البرق والرعاد، والامطار شوي بتبقى زياده. يعني رح تكون الامطار اقوى بمنطقه الجنوب والبقع. صحيح. وباقي المناطق رح تكون متفرقة. متفرقة هيدي هي. صحيح. أوكي. الجمعة بكفي طقسنا بطقس غائم جزئيا. أكيد حاسف عنا كمان بدل أمطار متفرقة، أنما بتكون أخف شوي من نهار الخميس. نعم. السبت فينا نقول إنه طقسنا بالإجمال حيكون غائم، بدل في بعض الأمطار المتفرقة لحد فترة بعض الظهر. ابتداء من بعض الظهر بصير يتحول طقسنا لطقس إجمالا غائم، وبتنحسر الأمطار. السبت بعد الظهر. السبت بعد الظهر تدريجيا، يعني أكيد نحس الأمطار تدريجيا. مع هالتغيير رح تتغير درجة الحرارة؟ أكيد طبعا، في عنا انخفاض درجات الحرارة هاليومين الثلاثة اللي جايين. بنبلش اليوم بحرارات على الساحل من 14 لخمسة وعشرين، بالجبال من 10 لثمانتاعش، بالبقع من 9 لأربعة وعشرين. نعم. وبكرة تقريبا ما حيصير في عليها تعديل، يعني ممكن تزل درجة أو تطلع درجة، بس بشكل عام هذه الحرارات اللي حتكون عنا هاليومين اللي جايين. أوكي، شكرا لك أستاذ بسام. لإلك أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله معك. عناوين الصحف مع جوال. مرحبا. صباح الخير لك جوال ولكل يلي عم بتابعونا جولة على الصحف الصادرة لليوم الخميس 26 نيسان. البداية من النهار، سابقة انتخاب المغتربين لا تبدد موجات الشوائب. عون يدافع ويحذر، والحريري في بروكسل يطالب بالمساهمات الدولية للنازحين. ورفع هالعنوان الصورة الرئيسية لليوم بالنهار، وعم نشوف الرئيس سعد الحريري وإلى يمينه الممثل العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بمؤتمر بروكسل امبارح. بالعناوين الأخرى، موسكو تنوي تسليم دمشق، دفاعات جوية قريبا. جمال كيكون اليوم أضخم مهرجان للموضة والجمال في المنطقة. بالصفحات الداخلية للنهار، فنجان قهوة يجمع الصحافة بسفراء عرب. قبول الطعن يؤدي إلى فوضى مالية. وأيضا بالنهار، ماكرون يتصدى لمهمة إقناع الأطراف بإطلاق مفاوضات جديدة مع إيران. وختاما، باريس تستضيف مؤتمر مكافحة تمويل داعش والقاعدة. من النهار إلى عناوين الحياة، نتائج متواضعة لمؤتمر بروكسل، وفريق المفتشين يتفقد دوما مجددا. الدول الضامنة تجتمع في موسكو غدا. طهران وموسكو ترفضان اتفاقا نوويا جديدا، والانقسام الأوروبي يترسخ. ماكرون يخشى حربا تشعلها إيران. تأكيد سعودي لاستهداف التحالف رئيس المجلس السياسي الحوثي. العبادي في كردستان وعينه على مقاعدها النيابية. وختاما بالحياة، السعودية أولوية برنامج التخصيص المياه والمدارس. تابع مع عناوين المستقبل، الحريري يواجه العالم بالحقيقة المرة، هذه أولويات لبنان. بروكسل مساعدات ب 4.5 مليارات دولار ودعوات لتحريك السلام السوري. النووي الإيراني، قوى أوروبية تقترب من تسوية ترضي ترامب. ماكرون في الكونغرس. وأيضا بالمستقبل، موسكو سنسلم النظام السوري
منظومات دفاع جوي متطورة. المحكمة الأمريكية العليا تمنع مقاضاة البنك العربي. وختاما بالمستقبل منحوه الكرة الذهبية. جولتنا بتتابع مع عناوين الأنوار. المساعدات من مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين لا تلبي المطلب اللبناني. عون لا تقترع لمن يدفع لأن من يشتريكم يبيعكم. ورفق هالعنوان صورة للرئيس عون وهو عم بوجه رسالته بمناسبة الانتخابات. بالعناوين الأخرى، سفير روسي يقلل من التوتر مع إسرائيل. السيسي نواجه تنظيمات إرهابية تمولها دول. وختاما بالأنوار، استمرار الغارات قرب دمشق. من الأنوار إلى عناوين اللواء، الانتخابات بين تحذيرين، عون من المال الانتخابي والحريري من النزوح السوري. حسابات الحواصل ترفع القلق في العشر الأواخر، وبعبدة والسراي تصران على تمرير الكهرباء. اجتماع في باريس اليوم لإحياء جهود السلام في سوريا. مؤتمر بروكسل يحقق نصف أهدافه، 4.4 مليارات دولار. ماكرون أمام الكونغرس لاحتواء نفوذ إيران. وختاما باللواء، تأكيد سعودي باستهداف القيادي الحوثي صالح الصماد. تابع مع عناوين البلد وبعنوان العريض لليوم، في لبنان دفع انتخابي وفي بروكسل دفع معنوي. بترجمة لعناوين صحيفة ديلي ستار، القوات السورية تستعيد المنطقة خارج العاصمة من المتمردين. عون التصويت واجب وطني. وختاما الحريري يحث على مزيدا من العمل وتعهدات بروكسل قريبة. أيضا بترجمة لعناوين صحيفة لوريون لوجور، الاتحاد الأوروبي ينذر لا أحد باستطاعته تصور أننا سنمول الأسد. وختاما النووي الإيراني، الرهان المستحيل لاتفاق جديد. تابع مع عناوين الشرق وبالعنوان العريض لليوم، الحريري في مؤتمر بروكسل، لبنان مخيم كبير للاجئين. الدستوري يبدأ اليوم درس الطعن في الموازنة. وبالعناوين الأخرى، عون للبنانيين، من يشتريكم يبيعكم. ماكرون في الكونغرس، السلام ضروري في سوريا الموحدة. وختاما هرموش يستقيل من المسؤولية السياسية في الجماعة. من الشرق إلى الشرق الأوسط، موسكو تتحدى الغرب بتسليم دمشق S-300. محادثات أمريكية إسرائيلية حول سوريا. ومؤتمر بروكسل يجمع نصف 9 مليارات المطلوبة. حظي باستقبال حار في الكونغرس وحذر من الانعزالية. ماكرون، إيران لن تمتلك قنبلة نووية. بعنوان أخير لليوم بالشرق الأوسط، 6000 دولار تكلفة دقيقة على الهواء للمرشح اللبناني. ختام جولتنا مثل العادة مع عناوين الجمهورية، السلطة تحمي تجار الأصوات. صدام سياسي عنيف يلوح في الأفق. وختاما الصورة الرئيسية حملت عنوان، غلاء البنزين يلهب الجيوب. مع الصورة منكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف. بريك أول بحلقتنا، من بعد مواعيد سقفية وفنية مع جوال. رح نعمل
جولة على المحطات الثقافية والفنية، وللسنة الثانية على توالي عم بيتم تنظيم معرض لبنانز تاتو فيستيفال لكل هواة الوشم ورسم التاتو، هن على موعد على مدى 3 أيام مع تاتو ارتست رح يكونوا لبنانيين وعالميين، وأكيد جو من الموسيقى والغناء. جمعة سبت أحد 27 28 و29 شهر بكونكريت 1994 من الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 12 بالليل، والمشاهد اللي عم نشوفها هن من المعرض اللي تنظم السنة الماضية. نتابع مع اخبارنا والنشاط اللي رح نحكي عنه هلا، رح بيصير خارج لبنان بالاردن امسي، رح تجمع الموسيقى الغناء والشعر مع الفنان والعازف اللبناني شرب الروحانة والشاعر التونسي انيس شوشان، وذلك لدعم مركز الحسين للسرطان بعمان وجمعيه سند للعنايه التلطيفيه بلبنان، والموعد اليوم 8 المساء بمركز مجمع المال للحسين للاعمال بالاردن. تحت العين خالي خدني معك عشان بقيت فراش، وانزل عسور الجديد ناخد والغزل مدرش. يا الله بحبه كتير. رح ارجع اذكر بموعد الامسي اذا الليله الساعه 8 المساء بمركز مجمع الملك حسين للاعمال بالاردن. باخبارنا ايضا ومن المحطات الموسيقيه، عازف الجيتار ايمن جرجور وعازفة الفلوت جنان جفال رح بيقدموا كونسرت مشترك بيعزموا خلاله مقطوعات لكبار الموسيقيين العالميين، والموعد الاثنين المقبل 30 الشهر 7:30 المساء بمركز سيرفانتس وسط بيروت. ترجع فرقة عنوتا بأمسية جديدة رح تمزج خلالها بين الجاز والموسيقى الشرقية لموشحات شرقية وأغاني من الزمن الجميل، التنين 8 أيار 9:30 المساء على مسرح مترو المدينة، ومنسمع من فرقة عنوتا. من المحطات الموسيقية والغنائية منروح إلى عروض أفلام السينما. الأندية ومؤسسة أميل شاهين للثقافة السينمائية بتعطينا موعد كل نهار تنين، وبتختار فيلم يا إما قديم أو من الأفلام اللبنانية يلي تم إنتاجها مؤخرا. الفيلم يلي نحن بانتظاره تنين المقبل بيحكي عن الصراع يلي حصل بين الملك هنري الثامن والفيلسوف والسياسي توماس مور بإنجلترا. A Man of All Reasons عم نشوف مشاهد منه، إخراج فريد زينمان، إنتاج عام 1966، تمثيل ويندي ميلر وروبرت شو وغيرهم من الممثلين. اذا التنين 30 شهر 7 المساء بجامعه سيده لويزا زوق مصبح. They lead their country by a short route to chaos. تحت عنوان Hike It Protect It تدعي جمعية درب الجبل للمشاركة بالمسيرة. أول قسم منها انطلق ب 30 أدار بكفي لغاية 29 نيسان، والقسم الثاني انطلق ب 4 نيسان وبكفي لغاية 4 أيار من عند مرجعيون عند إت. ولكل يلي عبالهم بعد يشاركوا بيقدروا يفوتوا على الويب سايت lebanontrail.org. Wanna fight with everyone else. You're right.
المسيرة مع درب الجبل بتسمح لكم تتعرفوا على مناطق لبنانية يمكن ولا مرة زايرينها قبل، وأكيد في أشخاص فاتحين بيوت ضيافة ليستقبلوكم وقت النوم. رح تابع مع المحطات الموسيقية مجددا سامي حوات والرحالة بأمسية شعبية بعنوان كنا خمسة بالتاكسي، موعدة الأحد 29 شهر 8:30 على مسرح المدينة بالحمرة. بلادي جوعني جاي مع الشعب المسكين للسنة السادسة على التوالي. لبنان رح يحيي اليوم العالمي للجاز يلي بيصادف نهار التنين، وذلك على مدى 3 أيام، سبت أحد وتنين، ورح يستقبل خلال هالثلاث أيام 13 فرقة لبنانية وعالمية، ومن بيناتهم الموسيقي توفيق فاروخ وفرقته يلي رح بيكون ضيفنا نهار السبت، ومناخد منه كل التفاصيل بالإضافة لأرتور ساتيان وغيرهم. ضمن برنامج متروفون يلي بيقدمه بشكل دوري وبيكرم من خلاله كبار الفنانين، كنا على موعد ب 25 نيسان مع أمسية تكريمية للفنانة جورجيت صايغ باستعادة لأجمل أغاني الريبرتوار الخاص فيها. هالأمسية رح نرجع نشهدها مرة تانية ب 2 أيار الساعة 10 المساء على مسرح مترو المدينة. كنا عم نشوف اذا مشهد مع الفنان الراحل ملحم بركات والفنانة جورجيت صايغ باغنية بلغي كل مواعيدي. هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا على المحطات الثقافية والفنية احوال طرقات مع جوال. اتصال مع المشغل جوزيف غاوي من غرفة العمليات المشتركة بهيئة ادارة السير. صباح الخير. ألو. صباح الخير. بونجور. كيفك؟ ماشي الحال. تفضل. بلشت من المدخل الجنوبي، عم تكون حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه الكولا، من الكولا كمان مكملة حركة سير كثيفة باتجاه نفق سليم سلام وصولا للوسط التجاري. عنا حركة سير ناشطة من مدخل الشرق من الجمهور باتجاه اليرزة، أكيد وصولا للصياد عم تكون حركة سير ناشطة. أكيد المكمع أقتصاد رئيس أميل لحود باتجاه الكارانتينا عم تكمل كمان حركة سير ناشطة. أما على جسر العدلية باتجاه الأشرفية عم تكون حركة سير كثيفة. عنا كمان حركة سير كثيفة من تقاطع أصاص باتجاه بشارة الخورة. عنا كمان حركة سير كثيفة على إشارات كورنيش المزرعة. بالنسبة للأشرفية حركة سير ناشطة على إشارات من الحكمة باتجاه برج الغزال. المكمل من برج الغزال باتجاه كمان برج المر عم تكون حركة سير ناشطة لتصير كثيفة من تقاطع برج المر باتجاه شارع الحمراء. الخط البحري من الروشة باتجاه علم رئيسة أو بالخط المعاكس حركة سير كثير منيحة. المدخل الشمالي عم بلش حركة سير كثيفة من الدبية باتجاه أنت الياس، كمان المكمل على طريق البحرية عنا حركة سير كثيفة. كمان أوتوستراد من أنت الياس باتجاه جل الديب وصولا لنهر الموت عم تكمل حركة سير كثيفة. عنا حركة سير كمان كثيفة من الدورة باتجاه الكارانتينا، برجع بتصير عنا حركة سير ناشطة من الكارانتينا باتجاه شارع الحلو وصولا للصيفة مثل ما بيان قدامنا. بولفار سن الفيل الإشارات حركة سير ناشطة على الإشارات باتجاه الصالومة لتصير كثيفة من الصالومة باتجاه الحايك وصولا لجسر الوطن. هذا كل شيء بالنسبة لحركة السير. بالنسبة للحوادث سجلت عنا بال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 12 حادث نتج عنهم 15 جريح. محاضر السرعة الزايدة اللي صدرت كمان بال 24 ساعة الماضية سجل 1090 محضر سرعة. أكيد نذكر المواطنين للتواصل معنا على 1720 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا التويتر الفيسبوك والأبليكيشن. أكيد. أوكي، يعطيك ألف عافية. بكرة بنحكيكم باتصال جديد. بريك ومنرجع. صباح الخير.
إلى بروكسل حمل الرئيس الحريري ملف النازحين السوريين بلبنان لمطالبة المجتمع الدولي بمساعدة لبنان على تحمل أعباء النزوح. فرغم حماوة المعركة الانتخابية ما تخلى الرئيس الحريري عن دوره بمتابعة مختلف الملفات الحيوية بالداخل والخارج، وحرصا منه على أهمية الحفاظ على البيئة من أجل حاضر ومستقبل أولادنا، أطلق من السراي الحكومي مشروع ورق بيروت. مشروع بيهدف لفرز الورق والكرتون من المصدر بالإدارات والمؤسسات العامة. وإذا كان البعض غارق بإطلاق الوعود والبرامج الانتخابية المعلبة، فالرئيس الحريري أدخل لبنان مرحلة الإنجازات وأعاده إلى الخارطة الدولية. بيقولوا مية نيسان بتحيي الإنسان، وهالقول جاي من عادات أربعة أيوب يلي صادف مبارح. بهالنهار كانوا أبناء العاصمة ينزلوا يتسبحوا على شاطئ الرمل البيضاء تشبها بالنبي أيوب يلي يقال أنه شفى ببحر بيروت. بهالنهار تقاليد عديدة بعضهم محافظين عليها أبناء العاصمة من جيل لجيل، مثل اللعب بالطائرات الورقية وتحضير المفتقة وهي حلوى خاصة بهاليوم. هالنشاط من تنظيم رابطة أبناء بيروت والهيئة الوطنية لأحياء التراث البيروتي وبرعاية الرئيس سعد الحريري، وكل التفاصيل مع زميلنا بول صغيب. على شط الرمل البيضاء وبآخر أربعة من نيسان للنبي أيوب قصص وحكايات. بالماضي كانوا أبناء العاصمة يسبحوا سبع مرات على سبع موجات، وبالعيد اليوم مفتقة مزينة بصنوبر، طيارات من ورق ومراجيح للأطفال. سيدنا أيوب قد ما صبر على وجعه، والله أعلم بيقولوا أنه شوف على شط البحر، لأجل هيك بيعملوا أربعة أيوب. كان يوجد ببيروت سيدة بنت المصايبة، نحن منقولها لهلأ ستنا خدرج، خدرج عيتاني، تجيب أهل بيروت ويجوا على الرمل البيضاء يطبخوا المفطقة. أنا بنت كلش من المصيدة، ستي حدرج. حدرج هي أول من إجت على رملة البيضة وعملت مفطقة، باعت بيتها مشان أربعة أيوب. والله بتذكر إشياء كتير من زمان، كنا نجي يساوي بيض مسلوق ولو نوب أحمر وبطاطا. بتذكر يجيبوا هيدا القشو يولعوه ونسهر على البحر وناكل، نضلنا للصبح. وهالجمعة البيروتية الحلوة بتجنن، والحمد لله رب العالمين، الله نعم علينا بالأمان واطمئنان، وشوفناكم بخير. السلام عليكم. برعاية الرئيس سعد الحريري وبمبادرة من رابطة أبناء بيروت والرابطة الوطنية لأحياء التراث البيروتي، احتفلوا أبناء العاصمة بأربعة أيوب على طريقتهم. رمز للأصالة والقيم والمحبة والسعادة والفرح. بيروت الأصالة، بيروت البيروت، بيروت البيروتية. بيروت حلو كتير. قال له يا مختار ليش الدنيا هيك؟ قال له العالم الدنيا بعد الدنيا، بس العالم تغير كتير حلو، لأنه بلشنا نفقد العادات البيروتية، مشان هيك بنحب نجددها ونضلنا على بيروتيتنا. هذا هو تراث الفلسطين، تراث فلسطين. إن شاء الله بالقدس إحنا وياكم نروح لهنيك ونعمل أربعة أيوب. إن شاء الله إن شاء الله. الله من تمك لباب السماء. يا بحر بيروت هلا 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 هلا، خلي المشوار يكمل هلا 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 هلا. يا بحر بيروت هلا 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 هلا، خلي المشوار يكمل هلا 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 هلا. للموت حريري، غير الحريري ما حدا بياخدها ولا بيطلع له حدا ياخدها. أيوة. ساعده بس. أيوة. وبس. انا بقول انه ما بيقدر يشوه صورة بيروت،
ابدا طول ما فيها سعد الحريري نحن معه لاخر النفس. نحن على مبدا واحد بس حريري اول شيء الله معه نحن معه كل الدنيا معه لو شو ما عملوا نحن معه زي ما هي ما تنزل باذن رب العالمين والخرز الزرقاء بعيون كل حاسد ان شاء الله. خرز الزرقاء سعودي كل بيروت وين عايشه بكار وين فردان وين المصيدبه وين النعمه وين 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 يا شواطي بيروت غني ضم الحريري وتهني يا شواطي بيروت غني ضم الحريري وتهني موجك يا علا وصغاري تملى الساحه من جديد والحريري جاي والدنيا مضواي يلا علوا الراي غنوا احلى حكاي اكثر من ايوب صبر صبر الله يرحم ابوه يرحم ابوه يلي هو كان كل الدنيا خرز الزرع بعين تغرز اللي بده يطلع خصم بعين الكل ايه اوها يا سعد نحنا جينا ايه اوها وتحت جناحك خبينا ايه اوها واذا اجت علينا الدوريه بنقول لهم انك حامينا منتابع حلقتنا ومن التقاليد والعادات البيروتية منروح إلى كنيسة مارجريس بدبي وبمناسبة عيد شفيع الرعية أحيت الأوركسترا الأرمونية لقوى الأمن الداخلي بقيادة العقيد زياد مراد ريسيتال غنائي رفاق على الغناء ماريا عزار وشادي عيدموني تقرير مارجريس يحمي وطننا ومنريد أكيد الخير لهالوطن بشفاعة هالمارجريس والسلام لوطننا لبنان بعيد القديس مارجرجس كانت التمنيات السلام للوطن خصوصا بظل ضوضاء الانتخابات وحملتها فبعيدا عن الحكي السياسي أحيت الأوركسترا الهارمونية لقوى الأمن الداخلي ريسيتال احتفالي مميز بمناسبة العيد أجمل ما يمكن أمام كل هالضجيج والصخب الخارجي أنه نجي اليوم ونعيد بنغم وبموسيقى وبلحن وبتراث وطني كنسي ديني اليوم أوركسترا قوى الأمن الداخلي بدعم قيادة قوى الأمن بشخص حضرة المدير العام اللواء عماد عثمان عم تكمل نجاحاتها وعم تكمل تقدمها وعم تكمل رسالتها وهي التقارب من المواطنين ينعاد عليك وعلى كل اللبنانيين بعيد مارجريس اللي هو هزم التنين وتصداله فنحن إن شاء الله نتصدى لكل هالمعاناة اليومية اللي عم بعانيها المواطن اللبناني نحن متشكر كمان قوى الأمن على هالرسيتال هيدا اللي رح يقدمون لنا إياه ومنعيدهم بمناسبة عيد مارجريس ومنعيد الجميع Thank you.
اجتماعات رعية مار جرجس ذو الخرايب دبي حضر 25 عضو من الفرقة الهرمونية لقوى الأمن الداخلي بقيادة العقيد زياد مراد، وأحيوا برنامج لبناني تراثي وطني بصوت شادي عيدموني وماريا عزار. نحن منغني أغاني لبنانية وطنية تراثية. أنا صار لي هالسنة الخامسة مع أوركسترا قوى الأمن وأنا فخورة كتير بهالتجربة. الطابع رح يكون كلاسيكي أكثر مشان نفرج الصورة الكلاسيكية تبعوا للأوركسترا، مش عطول الأناشيد العسكرية واللي هي شوي حد العالم أخذ صورة على الأوركسترا العسكرية إنه هي بس تعمل أناشيد وأغاني عسكرية. في ناس تترك كل شيء وبتجي بتحضر كونسير، وفي ناس ما بيعني لها للأسف، بس دائما أكيد في دور للموسيقى. الموسيقى كتير حلوة، كيف وقت بتكون بهيك مناسبة يعني بعيد الرعية منكون عم نعيد مرتين وقت اللي منكون بضمن ريسيتال. إضافة إلى رسالة تعزيز الأمن المحبة والسلام يلي بتحملها الفرقة الهرمونية لقوى الأمن الداخلي، هناك أيضا رسالة تقارب مع المواطن بيبيض الوجه، وخاصة أنه عمل مجاني وبعيد مرجريس يعني عم بيفرحونا زيادة الدوم. عن جد كانت مفاجأة، يعني احنا جينا لنزور الكنيسة لأنه عيد ومع الأولاد، وتشفنا أنه في قوى الأمن مظبوط، كانت مفاجأة حلوة كتير أنه نسمعهم. نتمنى نعيد العيد على الجميع، نتمنى لقوى الأمن أكيد الصحة والعافية، منقلهم يعطيكم ألف عافية على الرسيطة. إن شاء الله كل اللي أسميهم جورج يكونوا مبسوطين بهالعيد. بهالعيد إن شاء الله الله بيرجع لبنان أحسن مكان، وقوى الأمن الداخلي الله يعطينا العافية. نرجع إلى الشارع اللبناني وتوجهنا لألكن بسؤال، قديش كانوا يعطوكن أهلكن مصروف أنتوا صغار؟ هيدا إذا كانوا يعطوكن. أجوبتكن من تبع بهالتقرير، من بعد بريكم نرجع. كنت أخذ ربع ليرة بالجمعة، نص اشتري فيهم كتب وأشياء ومجلات وأشياء تبقى موجودة قدام على البرج تحت، حاطينهم المجلات على الرصيف. كان الكتاب أهم كتاب كان ب 15 قرش. ربع ليرة ونص ليرة أكل فيها بونبون وعلوك و... إيه أيام المدرسة يعني كل مال الفرصة نشتري منقوشة والبونجوس الهرم بعدنا فايقتله. كنت أخذ شي 5000. ايه كنت أخذ، كنت أنطلع 10 ليرات كان يعطيني الوالد، صمدن وصمدن وصمدن وكتر خير الله. يا ريت، لأن كنا 4 بنات وشابين بالبيت والبابا وحده بيشتغل، وما كان في هديك الإمكانية. لما كنا ناخذ فرنك بالجمعة مرة ننبسط، لما تجوزنا عوضونا رجالنا عن كل شيء. لا بس عوز كنت اخد، وانا هيك عملت مع اولادي، ما كنت اعطيهم خارجية، بس كانوا يطلبوا مصاري كنت اعطيهم. مش شي حسب النهار 2003 شوكولا شوكولا وتشيبس. لا اذا عاد عقلي باخدها، اذا ما عاد مش هاخدها. نحن لما كنا ناخد خارجية كانت تمشي معنا، كانت تضاين، كنت اشتغل شغلة، كانت كل شيء رخيص. العيال كانت تاخد خارجية حسب 2003 5 ليرات، ليرة من بيي وليرة من خيي ومن اختي وليرة من امي. انا صغير كنت الاحد روح على السينما
بالحمراء بليرة وربع ونرجع نتغدى عند نتعشى بلوتو عند الفيموس بثلاث ليرات وخمسة وسبعين الهامبرجر. خارجية ولا الوزارة الخارجية؟ خارجية شو كانت نص ليرة خمسة وسبعين قرش شوية علكي شوية ضامي صفرة شوية ضامي مالحة. شو أيامنا شو كانت خارجيتنا؟ أنا نص ليرة أو مادام السيرفيس على البرج كان خمستاشر قرش. وقتها كانت يعني الربع ليرة وهيك تحرز أي؟ يعني كان في البوزة بفرانك يمرق بيع النعومة غزل البنات أوقات نقدر نروح على السينما. تخيل قدي كان في خير خمسة قروش يشتري كتير أكتر ما تشتري لي هلأ مئة ليرة وألف ليرة شوكولا بومبو 250 طبيعي نشتري فيها من الدكانة بالمدرسة. كنت أخذ أنا وصغير خارجية ليرة. كنت كل يوم أقع الصباح يحط لي بي تحت الراديو ليرة قبل يروح على شغله أخذها أنا وانبسط فيها. هاي بالصيفية كنت تشتري فيها بتحس بتشتري وبعد بضل معك 250 ليرة. يعني بالمناسبة تحت المخدية بس إذا ما في مناسبة لا يعطيني هاي تنشتري إشي الأغراض بس كنا نجمعهم تنشتري فيهم أغراض العيد. شعب في وطن يبحث عن شعب مسرحية. عم شوف منها بعض المشاهد للمخرج والكاتب جورج أنيس خاطر. أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج. صباح الخير. هيدي وحدة من مسيرة طويلة من الأعمال المسرحية من بيناتهم اثنين للصبوحة الله يرحمها ويطول بعمرك الأسطورة وكنز الأسطورة. وهلأ عم نحكي عن مسرحية بتفرجينا الواقع يلي عايشينه مثل ما كنت عم بتخبرنا. صحيح. أنت عندك شيء بهالإطار بدك تقوله؟ أو تسمحوا لي بالأول أقول إنه المناسبة يلي جمعتنا هي مسرحية حبيب الشعب. هلا بحكي شوية عن البعد تبعها بس بدي أقول إنه المناسبة هي لليوبيل الذهبي لرابطة آل خاطر يلي هي بكل لبنان وبالشرق وبالغرب ولكل الطوائف منا لطائفة واحدة. أوكي. اليوم بثلاث شهر عقبال العمر الطويل تسلمي اللي بثلاث شهر رح يحتفلوا باليوبيل الذهبي 50 سنة وبيقدموا هالمسرحية. هلا انتوا قدمتوها قبل ثلاث عربين او ثلاثة قدمناها وبعد رح تتقدم لكن هلا بانتظار مسرح بدي جهزه وتصير تتقدم فيه على القليل بشكل ثابت على القليل 3 ايام بالاسبوع. نعم. هلا شو بتحبوا تسالوا؟ اوكي كنت عم بسالك تحت الهوا. هو العنوان بيوحي انه سياسيه المسرحيه. معموله خصيصا لهالفتره قبل الانتخابات او هي من قبل بتزبط يمكن على كل اوقات؟ للاسف مثل ما عم نشهد لبنان بيزبط عليه كل شيء بكل اوقات. صحيح. هلا يمكن اللي بيحضرها بدي أقول أنا عملها للانتخابات بس أنا عملها قبل الانتخابات. يعني أنا عملها وأيد فيها أنه من 70 سنة مين ما أخذ أمي صار عمي هيك بالبلد. أنا بدي غير هالواقع وهالمنطق بقصة حب بين شاب وبنت من دينين مختلفين بوجهه واقع انه بيقول له هو انا ديني ما حرمني حب بنت من غير ديني. الله ما حرمني حب بنت من غير ديني. وهي بتقول له انا حبيتك وما اعرف شو دينك بس شو الحل؟ اهلنا مختلفين بكل شيء ما عدا انه نحن ما نتجوز. بيقرروا يعملوا ثوره على الواقع هذا. في يعني القصة ما بتشبه ابدا الانتخابات، ما خصها ابدا لا بالانتخابات. لا بس في مطارح في رسائل بتحكي عن واقع لبناني عايشينه من 70 سنة لليوم بعدها تغير. صحيح. وفي مثل ما تفضلت في رسائل سياسي. واضحة وجريئة
ومش رمزية أبدا، يعني مباشرة بدون جرح لحدا. أنا بكل الأعمال المسرحية اللي عملتها ما يوم كان عندي تهجم على شخص، حتى بالمسرحيات اللي بسموها شانسونيه ما كان عندي تهجم على أي شخص، كان عندي مواضيع اجتماعية وطنية بعرض. هلا هون بس الاختلاف بالدين هو موضوع كتير تم تداوله بكل المسرحيات والأعمال التلفزيونية، شو يلي أضفته جديد على هالمسرحية؟ اللي أضفته جديد إنه مش بس التهوا هني، بس إنه بدهم يتجوزوا بعضهم تيخرقوا هالجدار هذا، قاموا عملوا انتفاضة، إذا بدك خلينا نقول ثورة على هالواقع اللي عمره 70 سنة. قاموا جمعوا بعضهم شباب وصبايا وقرروا انه هذا اللي منتحل اسم لقب حبيب الشعب هو ظالم، هو مستبد، هو منشوفه باول المسرحية بيهدد اثنين من دينين مختلفين، بيقول لهم لكل واحد اذا بتجوز بنتك من غير دينك ما بخليك بهالبلد، وبيقول له للتاني اذا بتجوز ابنك لعدوك اللي هو مش من دينك ما بتعرف شو بعمل فيك. فقرروا طيب شو العقبة اللي قدامهم؟ طبعا انا حصرتها بهالشخص يلي هو حبيب الشعب، لا قلت لبيك لزعيم لا 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 لا، عقبة انه ما في شعب كمان مكملوا بالتيتر انه ما في شعب. طيب قرروا يعملوا شعب، من شين هيك اسمه صاروا هيك. صاروا جمعوا اصحابهم وعموا واجهوا له حتى يكسروا هالظلم يلي هو الاستبداد يلي هو عم بيعمل. اوكي، نحن المشاهد اللي عم نشوفهم رح روح الى مواضيع تانية ومسرحية تانية. عم نشوف الصبوحة الله يرحمها، مشاهد من مسرحية الأسطورة يلي هي كمان من كتابتك واخراجك. هلا بصلح شوي بالموضوع. يلا انا بناء على طلبة الله يرحمها اكتفيت بمستشار فني. بس اللي قلتيهم انت انا عامله. بس التيتر كان وقتها مستشار فني. طيب خبرنا شوي عن التعامل مع الصبوحه. بدي خبرك يعني الصبوحه خبرنا يلي بنعرفه بس ما بنشبع نسمعه يعني. حتى حاططها للصبوحه بغنيه مسجله هلا موجوده هون، بتقول من وطني سرقوا الولاء، من وطني سرقوا الولاء لغيوا شيء انتماء. في مطرح بتقول راح وطن نو وطن جبران والصباح، نعرفهم جبران خليل جبران وحسن كامل صباح، انا بعتبرهم هالوطن هذا وطنهم. مع احترامي للسياسيين ما بدي احكي سياسي لانه القصه كثير بتتطور ما بنخلص بتتطور. وطن جبران والصباح وديع احسان وصباح. احسان صادق خيك لانه خيك مش لانه خيك لا اكيد تاريخ من النهايه بس تاريخ. كمان له تاريخ وبديش اقول قديش مكرم انا بقول احسان صادق احسان وديع احسان وصباح المعني وشاهين الفلاح ودوله لبنان الكبير بيصير او ما بيصير سؤال برسم الضمير. شو حلوه كثير حلوه. طيب كمان الى جانب مسرحيتين لها مشوار حياتي كمان تم عرضه على المستقبل هيدا هون. انا هيدا بعتز فيه لانه كان حقيقه عن صباح، كتبته كسيناريو كحوار وكانت هي عم تروي الحقائق. مع الاسف لما انعملت الشحروره انا كتبت القصه بس ما نفذت كسيناريو مثل ما انا كتبتها، ولذلك من بعد ما انعرضت الشحروره عمل ضرب كويس الفيوتشر انه رجع اعاد عرض مشوار حياتي، صاروا الناس يتصلوا يقولوا لي يلي كان من اعداد كمان فادي لبنان. فادي لبنان ومنى سعيدون كمان ساعدتك يمكن منى منى كانت زميلي ونشيطه وكان ماهر المغربي اول مره مظبوط يعني ماهر نجاله تحيه بس لا كان فادي حاطط انه اشراف، فادي كان حاطط اشراف يعني
بدي اتخطى هالمرحله. متخانق هو فادي البنات. لا 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 انا ماني متخانق. نو 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 ماني متخانق انا وياه. انا كل الناس بتعرف هلا رح يتخانق هو وياه من بعد جملتك. لا خربتيها بالمره. يعني هاديين كانوا عصوص ونقطه بده يزيح على الموضوع. خلص هلا خلينا نغير لكان الموضوع. طيب بدنا نشوف شوي من مشوار حياتي مع الفنانه سميره توفيق الله يطول بعمرها ونرجع نكف حديثنا. ايه لانه كان في مقابلات مع فنانين عملنا مقابلات بمصر كمان في عمر الشريف وفي ليك المهضومه عم ضمر علي وخيي شاري بتدلي الورقه من تحت الطاوله ضحكت علي قلت خليني نستغل انا يعني مساء قلبي طيب ومستسلمه قال يعني انا فعلا انا مسكر هذيك الايام حقيقه ما بيروح نهار وبيجي مثله صحيح كافي هذيك الايام خاصه احتفالاتنا بسوريا هالحفلات الوطنيه تصير بسوريا كل المناسبات انه كنا اغلبيتهم كلهم اشتركنا سوا كان غير زمان كان الدنيا وديع الصافي كمان وكمان كان يجوا فنانين كمان من مصر من الدول العربيه ومن تونس من كل مطرح كنا نحب بعضنا شفتي كيف كنا نحب بعضنا فعلا كان الفن غير شكل يعني يا ريت هلا هالفنانين الطالعين هلا جديد يا ريت انه شوي يرجعوا للتاريخ هذاك يعني تاريخ صعب. قبل الاحداث بس لحتى يعرفوا كيف الفن كان باي مستوى صعب وباي محبه وباي يعني احترام كان تغير الجو والزمن بلف انت بتعرفي الدنيا دولاب بس كل شيء بوقته يمكن مهما لف الزمن يا ستي انه بضل انه الواحد مفروض يعرف يعني ما يتخطى حدوده يعني ما في حدا بيلغي حدا ما في حدا مطرح حدا ابدا وانت شايف أبداً. الجمهور يمكن حاسس قديش حبه عم بزيد الك او انا كمان عم بحس هيك كمان الحمد لله وهي نعمه من الله يعني انت بالنسبه لنا كلياتنا انا صدقيني دائما كنت يعني بحكي يعني عم اشوف اذا من مشوار حياتي استاذ جورج نعرف كلنا انه صبوحة كانت شخص كتير جريء وصريح وكانت الاخبار اللي تخبرها عن حالها معظم الفنانين يتجنبوا يحكوا فيها او ما يريدوا انه ينسألوا عنها قديش كنت تعرف عنها وكيف كانت تعاطي بهذا الموضوع يعني كانت تتدخل بمعلومات تقول لك هيدي بدي خبرها هي ما بدي خبرها كأنك عارفة صار في انا طرف كنت اقعد انا وياها مشي مشوار حياتي اللي هي تحكي وانا اكتب واحيانا تسجل على كاسيت في مطارح اللي هو بتخليهم من بعد ما انا موت اذا بدك تستعملهم بس انا وعايش هلا عندك اشياء يعني محضره جدا مثل شو مش ضروري تخبرني بس لا لا بس انا اشياء شخصيه اشياء اي مواضيع العيله الفن السفر الزواج صباح منعت حقها بقصة اللي سموها شحرورة صباح كانت إنسانة عند المجالس بالأمانات عن ملوك عن أمراء عن رؤساء عن وزراء قد ما بدكم من الصف العالي كان عندها معلومات عن علاقات اجتماعية أو إعجاب وإذا بديك حب أشخاص ما بدي بسميهم لأنه أنا قلت لها أنا هو بحفظهم وماني مضطر سميهم خصوصي إنه من بعد ما هي راحت يمكن الناس يقولوا عم ببالي يمكن الناس يقولوا ليش هلا قالهم بس انا معقول تقولن تعرضن يمكن انا هلا بصدد باي اطار انا هلا بصدد اصدار عم بنهي وضع كتاب عنوانه بيني وبينهم كل الاشخاص من كبار المسؤولين كان بالسياسه او بفن او بادب او الى اخره اللي صار بيني وبينهم حوار عم بعمل كتاب شو صار بيني وبينهم اوكي من بيناتهم من بيناتهم الصبوحة وغير اسماء مين ورح ينقال غير الصبوحة في كتير في يعني اذا بدك ببلش ب ملك حسين ببلش بكميل شمعون ببلش بمكاريوس ببلش بسعيد فريحة طبعا ما الله يرحمهم ما طب هيدا غير العمل المسرحي اللي كمان عم تحضره
ايه لا يلي كان مخصص للسبوحه تكون ضيفه فيه. ايه هيدا مع الاسف الله يرحم الشهيد رفيق الحريري هيدا كنت بدي اعمله انا، كان الدكتور منلا موجود بالتلفزيون وصار في اتصال انه نعمله، كان عندكم برنامج اسمه سوبر ستار او شيء هيك، انه اخذ عناصر من سوبر ستار نعمله مشترك مع شركه ابناء فتح الله. من وقتها لهلا بعد ما صار شيء لا اتغيرته بقى، لمن صارت الحادثه المشؤومه انا كتبت مقال قلت سقط الكوكب وتفجر البركان. نعم. مع الاسف هيك صار. وقفت المسرحيه، رجعت عدت يعني قعدت فيها، وطبعا من بعد ما فارقت صباح لغيت دوره، عملت غير دور. اي متى معقول تبصر النور هلا؟ هيدي ممكن بالربيع الجاي. اوكي من هلا على التركيز على بس المسرح. فيني لكم عنوانها السفينه وطن. وطن السفينه وطن. اوكي طيب من هلا لوقتها لكان رح يبقى عرض. تفضل. سوري انا ضد المقاطعه بس انه بدي هلا المهم ما تقاطع الانتخابات. عندي راي فيه اذا بدكم. لا لا هات نشوف شو رايك. لا لا انا هلا بالمسرحيه بيقول متزلم لهذا حبيب الشعب، بيقول له سمعت الناس عم بيقول له لمين الناس بده يعطوا الصوت التفضيلي؟ قال له يا حبيب الشعب بصراحة سمعت الناس عم بيقولوا يلي بيعطي فاسد صوت تفضيلي بيكون أكبر هبيلي. طيب خلص شيلوني من الانتخابات. خليني أقول حبيب الشعب في وطن يبحث عن شعب رح تبقى عم تنعرض. وين؟ بس تسمحي لي سريعا من حق المشاركين فيها أني أذكرهم. ايه تفضل. ببدأ يلي أخذ دور حبيب الشعب الصديق زميل ميشيل غانم، وحاليا دخلت فنانة مغنية وممثلة عم تلعب دور رح تمثل وتغني مرت حبيب الشعب كاتي زخور. البطلين يلي هني بيعملوا ثورة ضد حبيب الشعب ميشا هاشم وجورج القسطة، اللي بيمثل دور المتزلم غسان الحداد وباسكال فرح لجانب انها مساعدة مخرج، وإليز هاشم من الشعب، ونور زين الدين كمان من الشعب. اوكي بعتقد ما نسيت حدا ان شاء الله. وين رح تنعرض؟ هلا رابطة آل خاطر. اوكي مسرح اخذوا مسرح مار نهرب بفرن الشباك. اوكي يعطيك الف عافيه واهلا وسهلا فيك الكاتب والمخرج جورج انيس خاطر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعطيكم الف عافيه. من الاجواء المسرحيه والفنيه الى التكنولوجيا مع اول تجربه حيه اطلقتها شركه الفا على تكنولوجيا ال 5G، فالتطور السريع بعالم الانترنت بينعكس نمو بالحركه الاقتصاديه والتجاريه، وكل التفاصيل بهالتقرير. الانترنت بلبنان على ابواب الوصول الى الجيل الخامس، اول تجربه حيه على تكنولوجيا ال 5G اطلقتها شركه الفا بالتعاون مع شركه اريكسون. جيل جديد بيحمل معه سرعه اضافيه بمعدل 25 جيجا بت بالثانيه، اي اكثر ب 100 مره من السرعه الموجود اليوم مع ال 4G. هلا ال 5G مثل ما انه هو الجيل الخامس للاتصال، صار يقدر يعطينا اندستري كونكتيفيتي مثل ما حكينا عن الماسيف اي او تي، يقدر يوصل انترنت اوف ثينجز انترنت الاشياء، حيعطينا الكريتيكال ابلكيشن، صار فيني اعمل عمليه ريموت ببرفورمانس كاني قاعد بنفس المكان، كله هذا 5G. نحن عم نجرب نقوله اليوم انه نحن بلبنان وكالفا رح نكون جاهزين من هلا لاخر 2018 على الشبكه تبعنا لحتى نستوعب تكنولوجيا ال 5G بس ما تنزل بالعالم وتصير تجاريا جاهزه ونقدر نقدمها للمشتري. اليوم بس بدنا نعرف انه هي بالعالم ما موجوده بعد تجاريا.
إضافة إلى السرعة، بيحمل معه الجيل الخامس قدرة تأثير على الحياة الاقتصادية والتجارية، وعام 2019 رح يشهد تطور تكنولوجي على هواتفنا. 2019 رح يكون في عنا كيبابيليتي على شبكة إنه نحن نشغل 5G. المشكلة هي بالتليفونات، لأنه قلتي على التليفونات، التليفونات اليوم بعد منا حاضرة بالعالم، ما في ولا ديفايس هاندسيت قادر اليوم يشتغل على تكنولوجيا 5G. بهيدا معلق بالرود ماب تبع مصنعي التليفونات نفسهم قد ايه حيكونوا سريعين. نحن عندنا شراكة بتعود ل 24 سنة مع شركة ألفا، انهار كتير مهم لألفا للبنان. 5G هي هلأ هي بالفترة التجريبية بكل العالم، ولبنان من أوائل البلدان اللي جبنا تجربة 5G لإله. النتورك تبع ألفا عم تكون جاهزة لاستيعاب هاي التقنيات الجديدة، هذا مترافقة مع الفايبر أوبتكس، مشروع الفايبر أوبتكس اللي بده يمد على مساحة كل لبنان. ومع التطور السريع لعالم الإنترنت بلبنان بيبقى السؤال، وين الكهرباء؟ هلا نحن عم نحتفل بال5G، امتى بنحتفل بالكهرباء؟ ان شاء الله بكره. اوكي، يلي عم نشوفهم هن حالات سرقة مزبوط، بس رح نحكي عن الشق الطبي لأشخاص بحبوا يسرقوا وهالشي بيعطيهم فرح بغض النظر إذا هن بحاجة إنه يسرقوا الغرض اللي عم بياخدوه ولا لا. غوى دبيان اختصاصية بالأمراض النفسية والعقلية، أهلا وسهلا فيك. هذا الفيديو أنت جايبتي معك، ونحن عن جد بنسمع عن هوس السرقة أو كليبتومانيا مثل ما بتسموها بالطب النفسي. إذا بدنا نعرف عنها هي شو؟ بداية السرقة هي لما تاخذي غرض مش من ملكيتك، مش لإلك، شيء منه لإلك. الهوس السرقة أو الكليبتومانيا هو اضطراب نفسي يجب على الشخص أنه يعالج من قبل معالج أو طبيب نفسي لفترة مطولة، مش ينحبس، يتعالج. يتعالج أكيد، بيفرق بين الإنسان المريض والإنسان اللي بحاجة وعم يسرق. أوكي، بس نحن كيف بدنا نميز أنه هذا إنسان مريض وهذا إنسان سراق حرام يعني؟ هؤلاء الأشخاص بيكونوا عندهم فرح، عندهم سعادة، عندهم لذة هن وعم ياخدوا هيدا الغرض. عادة الحرامي بيخطط، بيرسم خطة قدامه وبقول انه انا بدي روح اسرق هيدا الغرض، بينما المريض الكليبتومانيا ما بيكون عم بيخطط، بيكون مبسوط هو عم ياخد هيدا الغرض مثل ما عم يعني بيعمل الشيء بلا ما يخطط له، دغري مثلا بشوف شيء يعني زكا. موجود بهيدا المطرح قادر يسرق هالغرض اللي قبل بيسرقه، عنده ذكاء لدرجة انه ما بيخطط، لدرجة انه بيشوف هيدا الشيء قدامه مثل ما هيدا اسمه ذكاء. اسمه ذكاء فعلا، لانه هيدا الانسان ما بيخطط. صحيح، كل شيء ما زاد بالمعنى نقص. يعني بيكون سعيد ومبسوط وعم يشعر بلذة ذاتية وقت يكون عم ياخد الغرض اللي مش لإله. طب ليه ناتج عن شو؟ كل مرض نفسي ناتج عن شيء اجمالا طفولة. طفولة. إذا بدنا نحكي عن العوامل، بداية بيكون في عنا عوامل وراثية وعوامل بيولوجية. بالنسبة للعوامل الوراثية، كل مرض، لنفترض ما نحكي عن diabetic patient، المريض السكري، ممكن إنه يكون في عنده شيء وراثي يورثه من الأهل، من الجينز يعني، بيصير عنده سكري. العامل عفوا البيولوجي هو وقت يكون في عنا تضخم بجيوب الدماغ، وقت يصير في هيدا التضخم بيصير في عنا انخفاض بهرمون اسمه السيروتونين. هيدا الهرمون هو اللي بيخلي الشخص يتصرف بهيدا بفعل السرقة من دون ما يخطط، بيكون مبسوط سعيد وعم يسرق ومرتاح، يعني بيكون عم يرضي نفسه، عم يرضي الشيء اللي هو بحبه، هيدا الشيء بحبه بيعمله بفل. مثل ما قطع معنا بالفيديو بالأول انه هي مبسوطة اخذت لها التليفون عن الشارجر وظهرت حكتها هي وظهر عادي، بينما السراق الحرامي كرمال سؤال يهرب، بينما السراق بيكون خايفين، بيعلى معه الأدرينالين، موتر، بياخد الغرض، بخطط قبل بيوم ويومين واسبوع يمكن حسب السرقة اللي بيكون اخدها،
بتوتر. أوكي. هي فيها تبقى يعني بنفس المحل اللي سرقت منه بلا ردة فعل، بلا ردة فعل لدرجة انه مش بلا ردة فعل ومبسوطة، مبسوطة سعيدة. يعني هيدا اللي بيميز بين سراق وبين مريض. سراق ما بيكون مبسوط، بيكون خايفين موتر، بلكي حدا شافني، بلكي حدا. طيب هيدا الشخص يلي بيسرق بيرجع بعدين لوعيه؟ يعني بالحالة اللي بيكون عم بيسرق فيها بهيدا الوقت قادرة هي؟ أكيد مش قادرة تخطط أو تفرز إذا الشيء اللي عم تعمله صح ولا غلط، هي بس عم تعمله. بعدين في وعي، في علاج. هود الأشخاص هي ما بتوعى، هود الأشخاص بدهم يتعالجوا. في عنا نوعين من العلاج، عنا علاج قبل ما توصلي للعلاج. أنا فتت سرقت هالورقة، انبسطت أوكي، في وقت معين برجع بقول هي سرقت؟ لا لا لا، لا. هي سعيدة، هي مبسوطة، هي عم تتلذذ بهيدا الشيء. حتى لو هيدا التليفون اللي سرقته منا بحاجه لإله، ويمكن وعى تليفون اهم منه، شو بتعمل فيه؟ واغلى منه، يمكن بتحطه بالشنطه بتنساه يمكن. بس مهم هو هيدا فعل السرقه، انا اخذت هيدا الشيء. يعني هي مش الهدف مادي، مش الهدف كانه هيدا اللي بيميز. هيدا ردا على سؤالك، انه اللي بيميز هو انه هي منا بتكون بحاجه، يمكن منا بحاجه ماديا لهالتليفون. شو في حالات قطعوا معك شفتيها؟ تليفونات مثل الفيديو اللي عم تشوفه هلا، تليفونات قد حياة الشباب يعني هلا هل قد هيك اجمالا بتصير؟ ايه يعني بتصير اكيد بنوك بلبنان. يمكن بعد ما شفنا ناس مريضه يمكن تراها، لانه عاده الناس المريضه هن بيكونوا عفوا الناس اللي بتسرق بنوك هن بيكونوا بحاجه لمصاري. بلبنان بعد ما شفنا هيدا الشيء، بس انه ابسط مثل هيدا الفيديو، انه راحت لقيت تليفونها مش موجود، مع انه هي كانت معها بنفس الغرفه، لاحظت كيف عم تشله اياها، هو عم بيوقع عم بيربط بوته. صح. طيب في اشخاص بيسرقوا اغراض معينه، يعني بتعليق بيعني لهم تليفون مثلا، وفي اشخاص بيسرقوا كل شيء. مزبوط. حسب وين بيكونوا موجودين، شو بيطلع قبالهم، شو اللي بيطلع قبالهم. يعني قادرين يسرقوا هالتليفون صاحبه مش موجود حده، بياخدوه بفلوا بينبسطوا بيرتاحوا بيردوا. معقول يردوه؟ لا. ولو من اهلهم بيسرقوا؟ ايه ما خبرتك مثلا تنقولها على الهواء. خبرتك مثلا الصبية اللي بيا عنده محل مجوهرات، راحت على هيدا المحل واخذت قطعة ذهب وفلت وكانت سعيدة مبسوطة. مهم انه مع انه هيدا المحل لإلها، محل لو محل بيا واخذته وفلت. لما يتواجهوا مع الشخص يلي سرقهم تنكشف يعني سرقتهم؟ ما بيعترفوا. لنوصل للعلاج ما بيعترفوا. يعني اول خطوه للعلاج هو لما يعترف هيدا الشخص انه انا ايه عم باخذ، يمكن لانه بنبسط وقتها اخذ. هون بنكون قلطنا شوط كبير من العلاج، انه هالمريض اعترف، بكون بعد عنا علاج سلوكي نحن معه، جلسات خاصه بنتبعها وبيمشي حاله. لكن شو بيقول؟ انا اخذته ليه اذا في كاميرا واجهته فيها؟ حسب. شو ببرر لحاله هالعمل؟ ما بيعترف، مش لإلي، ما بعرف، ما خصني. بضل في حجج يعني؟ بضل في انه ويمكن هيدا الفرق بين مش بقصدي. هيدا الفرق بين السرقة لأنه واحد بحاجة وبين السرقة لأنه عنده كليبتومانيا. ايه. هون بصير يبين الساين والسيمتومز. اوكي. والعلاج بصير على قديش وقت؟ كل مريض بمريضه، كل مريض دائما هيدا السؤال يسأل للأخصائيين، ما فيك تعطي رقم محدد لأنه كل مريض بمريضه. في مرضى بياخذ معهم العلاج 6 شهور وسنة وسنتين ويمكن ما يتعالجوا، وفي مرضى بياخذ معهم يمكن 2 3 أو 6 ويمشي حاله. طيب في اطفال بتصيبهم هيدي الحاله؟ فينا نبلش من عمر 3 سنين لوقتها يشوف الولد انه عم يعجبه هيدا التويز يمكن او هودي الالعاب، بياخذهم وبيمشي. ممكن. اي متى لازم بس الاهل؟ بس هودي نحن يعني حتى الاخصائي او حتى الاهل ما رح ينتبهوا له لهيدا الطفل، لانه يمكن يعتبروا انه هيدا بعده مش واعي. اوكي. اي متى لازم يتنبهوا انه في شيء غلط؟ يعني من عمر 10 سنين ما فوق مفترض انه الاهل يصيروا ينتبهوا انه هيدا يا ماما الغرض لإلك، هيدا مش لإلك، هيدا هلا عم نشوف حدا واجهوه بالسرقه. اوف لك شو مخبي. اخذ السوبر ماركت معه. اوكي. علما انه في اشخاص بيكونوا عن جد كثير مرتاحين ماديا. انت لاحظت رد فعله انه هو ما هرب يمكن. لا. ما فل بعده اوكي مشي عادي. عم يطلع شو بده ياخذ بعد. طب قد ايه في منا هاي النسبه اذا ما نحكي بلبنان؟ بالعامل الوراثي هي 7% الجينز، يعني قليل جدا نلاقي ناس وراثيا هن مكتسبين هيدا المرض، 7% قليله. بينما بالبيولوجي بلا ممكن يكون في عندهم ناس تضخم بالجيوب تبعوا الدماغ تبعهم، بيوطى نسبه السيروتونين عندهم وبيكون عندهم هيدا الحاله، بصير في خلل. طيب في حالات نفسيه بيمرق فيها الشخص بتأدي لانه يصير يتصرف بهالطريقه؟
ما اخدم وبالاخر اخذ هذا الشيء اللي واقف على المحل عادي، هل قد ما اعتبرها شيء عادي اللي عم بيعمله؟ كلمه هيك بنقول اذكياء هودي لا وعم بيواجهوه مش يعني بقشطوه شيء بياخذ شيء ثاني ليكي ليكي هو عادي بينما الحرامي لا بخاف وبيهرب هذا الفرق انا وصرت بده ياخذ سوفينير مثل اجمالا على العالم صغير بالعمر ها كبير الزلمه يعني عصب انه ما قدر ياخذ شيء ما قدر بيزعل يمكن لانه ما قدر ياخذ شيء مش لانه كمان شو طب هو شو بيعني له المحل لحتى ياخذ شيء منه يمكن هلا هو ما هن من الاسباب بيقولوا لك الاكتئاب والشعور بالملل هن اسباب لهيدا الشيء عرفتي بقى وقت يكونوا معصبين او متضايقين وقت يعملوا بهيدا الشيء بينبسطوا بينبسطوا بيرضوا نفسهم كنت عم بسالك في شي حالات معينه بيمرق فيها الشخص نفسيا وخصوصي اذا كان طفل بتادي لهالشيء عم بقول لك الاكتئاب والشعور بالملل والزهق ممكن انه هو على كبر هو على كبر ايه الاطفال نحن صعب جدا انه نقدر نميز ونخلي طفل صحة نقدر نميز بين انه طفل يمكن يعتبر انه هودي لالي ما بيفهم نقول انه ما بيفهم عرفتي او غيران او شيء بينما بس يصير عمره 6 سنين و8 سنين و10 سنين هالولد مفترض على الاهل انه يوعوه انه هودي النا هودي مش النا اوكي واذا حدا بعمر الهلا يلي شفناه الكاي اللي شفناها طفل بيكون لا بس هو بيكون بحاله نفسيه مثلا بيكون قاطع بديبرسيون بيعملها او هو كل يوم قادر انه يسرق هو عنده خلل بيولوجي اكيد لو وصل لهيدا العمر ال60 وال70 سنه وبيعده بعده عفوا بيعمل هيدا الشيء يعني هيدا عنده خلل بيولوجي ولازم انه يتعالج عند طبيب نفسي اوكي غوا جوبيان اختصاصيه بالامراض النفسيه والعقليه بنشكر حضورك معنا ضوينا على موضوع يمكن قليل كثير عن جد لحدا يحكي فيه بس كان ضروره نعرف برك الاهل خصوصا اذا عندهم اولاد يعرفوا كيف يميزوا اهلا وسهلا فيك ثانك يو ميرسي نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم بكره اكيد حلقه جديده على الساعه 7:30 باي